السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين. في هذا الفيديو اخترت لكم تخصص العلوم الاجتماعية، وإن شاء الله راح نشرح لكم هذا التخصص وما هي تفرعاته. إن شاء الله في باقي الأيام سأشرح باقي التخصصات التي لم أشرحهما، فبالتالي راني شرحت بعض التخصصات سواء كانت الأدبية أو العلمية. نبدأ على بركة الله في تخصص العلوم الاجتماعية، هو أنه فيه تفرعات في السنة الثانية، فيه تخصص علم النفس، تخصص علوم التربية، علم الاجتماع، فلسفة، تخصص أيضا أرطوفونية، علم السكان وهي الديمغرافيا، والأنثروبولوجيا. بعض التخصصات مثل الأنثروبولوجيا ماكش راح تلقاها في جميع الجامعات، ممكن جامعة تلقى ممكن أنه ما تلقاش، فبالتالي تخصص الأنثروبولوجيا ما يقراوهش بزاف. وراح نقول لكم ما هي التخصصات يعني المليحة في العلوم الاجتماعية. أول تخصص اللي راح نقوله وهو المليح هو علم النفس. التخصصات الموجودة في تخصص علم النفس في السنة الثالثة، لأنه في السنة الثانية عندما تختار علم النفس أنك تقرأ جذع، يعني تخصص عام، فبالتالي هو أنه في السنة الثالثة أنه تتخصص أيضا في مجموعة من التخصصات، منها علم النفس العيادي، منها علم النفس المدرسي، وعلم النفس تنظيم وعمل، وعلم النفس التربوي. أيضا هناك تفرعات في الماستر، فبالتالي أنه أنتم في السنة الثالثة راح يمد لكم بطاقة الرغبات هو أنكم تختاروا تخصص من هذه التخصصات. وبه أنك تدي هذا التخصص يا طالب لازم عليك أنك تكلاسي مليح في السنة الثانية، يعني من السنة الأولى إلى السنة الثانية باه يعطيو لك هذا التخصص، اتفقنا؟ لانه بالكلاسمون اذا ما كلاسيتش مليح مش راح يعطيوك علم النفس. التخصص الاخر هو تخصص الارطوفونيا. الارطوفونيا هو التخصص الذي يهتم بمشاكل النطق عموما، من التأتأة الى تاخر عفوا النطق، الى عدم النطق الجيد لبعض الحروف، او انخفاض الصوت عند الحديث، او سرعه الحديث الى اخر ذلك. هو تخصص يوضع عاده مع علم النفس، رغم ان هناك نزعه الى جعله تخصص قائم بذاته، لكن حتى الان يبقى تابع لعلم النفس، يعني راه تابع لعلم النفس. يصبح فيه الفرد مختص ارطوفوني يعمل في العمل المستشفيات في مصلحه الانف، الاذن، الحنجره، او العيادات، او فتح عياده خاصة والحضانات. تقدر أيضا تخدموا في تاع المعاقين إلى خير ذلك. ما هي التخصصات الجامعية الموجودة في الماستر؟ هما أنه كان أربع تخصصات، منها في الماستر أمراض اللغة والتواصل، ليدر أرطوفوني، علوم معرفية وعصبية، الإعاقة السمعية، وعلم الأعصاب اللغوي. هذو هما التخصصات الموجودة. بعض التخصصات قد لا تجدونها في بعض الجامعات، هو أنه على الأقل تلقاو زوج تخصصات ثلاثة في بعض الجامعات. مواد تخصص الأرطوفونية هذه بالنسبة للسداسي الأول، وهذا بالنسبة للسداسي الثاني، يعني هذه هي المواد التي تدرسونها في تخصص الأرطوفونية. بالنسبة للتخصص يعني جذع مشترك، يعني علوم اجتماعية، واش تقراوا في السنة الأولى جامعي في السداسي الأول، عندكم مدخل إلى الأنثروبولوجيا، مدخل إلى علم النفس، مدخل إلى علم الاجتماع، مدخل إلى الفلسفة، مدارس ومناهج، إحصاء وصفي، إعلام آلي، مدخل إلى الاقتصاد، وعندكم تاريخ الجزائر الثقافي، واللغة أجنبية عندكم الفرنسية. بالنسبة للسداسي الثاني عندكم مدخل إلى علوم التربية، مدخل إلى الديموغرافيا، بالإضافة أيضا مدخل إلى الأرطوفونيا، مجالات العلوم الاجتماعية، مدارس ومناهج، إحصاء استدلالي، بالإضافة أيضا إعلام آلي، ومدخل إلى الاقتصاد، وتاريخ الجزائر الثقافي، واللغة الأجنبية الفرنسية. يعني هذه هم المواد اللي راح نتقراهم في السداسي الأول والسداسي الثاني. أتمنى أنكم استفدتم من هذا الفيديو، إن شاء الله في باقي الفيديوهات سأشرح لكم تخصصات أخرى، وإلى اللقاء.